تامي، تعالى نرجع معاك ونستعيد الذاكرة القاضية. أعتقد مهما مرت عليك من مباريات ومن أحداث، لكن تظل البطولة التاسعة، البطولة القاضية، هي الأغلى في تاريخك. يعني بالنسبة لي كانت أكبر فرحة الواحد حصلت له في الكورة، يعني في من أول سواء وأنا الواحد لعيب أو مدرب، فرحة كبيرة جدا يعني، وبطولة كبيرة جدا بالنسبة لنا، كانت مهمة قوي، مش على مستوى بس اللي أنت بتلاعب نادي الزمالك، لكن على مستوى اللي إحنا كنا احنا مهم سبع جدا. سنين مهم جدا. آخر بطولة كانت كابتن محمد يوسف 2013، وبعد كده خدنا الكونفدرالية. كان مهم جدا إن إحنا نرجع يعني، وكان تفكير النادي وتفكير الكابتن، تفكير النادي ككل يعني، اللي احنا لازم نرجع بشكل كويس يعني. الرجوع كان احلى طبعا، خصوصا قصاد نادي الزمالك طبعا. كانت بطوله مهمه بالنسبه لنا قوي قوي على المستوى الفني، يمكن حتى قبلها 2000 و 2018، يمكن احنا عارف حضرتك عارف طبعا، لعبنا طبعا بطولتين السنه ديت يعني، ترجي الترجي وبعد كده والوداد، لا مش خرجنا من في نهائيا النهائي، خسرنا نهائيين ورا خسرت، بعض. لا ما خسرناش نهائي، خسرنا من الترجي لا في النهائي، خسرنا نهائي وبعد واحد، كده متاسف. خرجنا من صن داونز. صن داونز، متاسف. فكان طبعا كان تحدي كبير جدا للجيل ده، تحدي كبير جدا لينا، واعتقد الحمد لله حتى كابتن ومنظومه الكوره في النادي اداروا الموضوع بشكل كويس جدا، خصوصا بعد خروج مستر فايلر يعني، والاختيار اللي تم على موسيماني كان يعني اعتقد كان اختيار موفق جدا يعني، كان ناس كتيره شككت في الاختيار ديت، لكن اعتقد كان كابتن كان عندهم بعد نظر صحيح. في موسيماني، كان راجل عنده خبرات كبيره جدا يعني، وكان من المفارقات الجميله يعني، اللي هو احنا خرجناه وبعد كده جه لعب معانا قبل النهائي قصاد الوداد، صحيح، وربنا كرمنا بالبطوله يعني. الفرقة برضو نادر انها تتكرر. هو جدا كمدرب صن داونز في جدا دور الربع النهائي ولعب الوداد برضو واتفرج على قبلها، النادي الاهلي. ايوه. ولعب الوداد قبلها كان معاه في المجموعه، وبعد كده احنا خرجناه، وبعد كده جه معانا خرج هو الوداد. فالحمد لله كانت بطوله كبيره، وكانت فرحه كبيره جدا لينا صحيح. وجمهورنا. كان بالك قد ايه في الجهاز الفني يا كابتن؟ سنة 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 هي نفس السنة دي. لا تاني سنة تاني سنة كانت تاني الأولى مع لاسارتي. الأولى مع كارترون الأول، وبعد كده جه كارترون، لاسارتي، لاسارتي، وبعد كده جه ثم موسيماني فايلر، وبعد فايلر، كده موسيقى. طيب، موسيماني. كان أول تواجد لميشيل يانكوم في مصر مع فايلر، وكان يعني من المرات، أعتقد إن لم تكن يعني الذاكرة خانني، من المرات القليلة الأهلي بيستعين بمدرب حراس مرمى أجنبي. أول مرة صح، كان أول مرة ميشيل أول أول مدرب مرة حراس مرمى أجنبي. يا رب بالظبط. ما تكونش ذاكرتي غلط يعني. وأنت جاي مصر وأنت داخل على النادي الأهلي، ودخلت وقريت بالتأكيد على النادي الأهلي كتير، لكن لما دخلت بقى وشفت الحدوتة والأهلي والجماهيرية والتمسك بالبطولة الإفريقية، احكي لي شوية. بالفعل كانت سنة غير معقولة، وحدث فيها الكثير من الأشياء. كانت سنة فيها الكثير من الأحداث، وكان أيضا هناك كوفيد 19، وأول مباراة على ما أتذكر كانت ضد الزمالك، كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا، ده هنا السوبر، كان السوبر وكان المصري 3-2. سوبر، وكان ماتش هام جدا لنا قبل البطولة. ثم بدأنا البطولة وبدأنا بداية جيدة، وأعتقد أننا قمنا ب 18 انتصار متتالي، ثم أتى جائحة كورونا، وكانت بالنسبة لي أنا جديد، وكان شرف كبير لي أن أكون في الأهلي لأنني قرأت عنه. نعم، لكن هو بالفعل يعتبر أكبر فريق في أفريقيا. إذا فترة الجائحة كورونا كانت صعبة، وكانت لم تكن سهلة على الجميع وأيضا للفرق الأخرى، وحتى في الشامبيونز ليج أيضا وفي البطولات الكبرى. وكما قلت أيضا نحن نتذكر من مباراة سان داونز أيضا، وأيضا نتذكر نتيجة 5-0 إذا، وذهبنا إلى النهائي ضد الزمالك، وكان ماتش هام جدا للنادي، لأن في هذه اللحظات موتسيماني وصل
وصل إلينا وبدأت الديربي ولدينا مباراة. عندما نقول أن في مباراة كل الحلول ممكنة، يوجد أنها مباراة 50-50، سواء نستطيع أن يحدث أي شيء، سواء كروت صفراء أو كروت حمراء، لكن بفضل الله وبدعم الجماهير ونحن كان علينا ضغط كبير عندما شاهدت الشوارع والجماهير واحتشادها، وان كان علينا في البطوله كان علينا الكثير من الضغوط، لكن اقول لكم ان الاهلي معتاد على هذه الضغوط، وعندما تلعب مع الاهلي يجب ان تكون على درايه كامله بضغوط ضغط الجماهير وبضغط الاعلام ايضا، لانه تحت المنظار دائما، ولكن بفضل الله هذا الانتصار حققناه، ونحن بالفعل نستحق هذا الانتصار.